السلام عليكم طلبتي، وأهلا وسهلا بكم في الدرس الثامن اللي هو Lesson 8 للوحدة الأولى. عنوان الدرس The World Youth Camp، مخيم الشباب العالمي. مخيم الشباب العالمي. قايل Read this advertisement، اقرأ هذا الإعلان. For the World Youth Camp، لمخيم الشباب العالمي. هذا الإعلان اللي جوا هو المخيم الشباب العالمي. عندي هنا سؤال يقول Would you like to go؟ هل تود الذهاب؟ Would you like to go؟ هل تود الذهاب؟ يعني يقصد إلى المخيم. Why؟ لماذا؟ Why not؟ ولم لا؟ هاي تخضع للمناقشة مع مجموعة الطلاب. زين، قال لي الإعلان شنو هو الأدفرتايزمنت؟ أدفرتايزمنت إعلان. Would World Youth Camp WYC، مخيم الشباب العالمي. وهاي W اختصار للWorld، والواي اختصار لليوث، والسي اختصار للكام. الاعلان شنو؟ الاعلان بذول مجموعة صور. Come to the World Youth Camp، تعال الى مخيم الشباب العالمي. Get to know، لتعرف. Other young people، الشباب. From different countries، من مختلف البلدان. Can you answer yes to these questions؟ هل يمكنك أن تجيب بكلمة yes على هذه الأسئلة؟ الأسئلة شنو هي؟ الأسئلة هي أيضا يفترض أن تخضع للنقاش مع مجموعة الطلاب داخل الصف. Do you like camping and walking؟ هل تحب التخييم and walking والتمشي أو التنزه؟ Can you cook over a campfire؟ هل يمكنك الطبخ على نار المخيم؟ Do you enjoy sport and adventure؟ هل تستمتع بالرياضة and adventure والمغامرة؟ Adventure المغامرة. Do you want to see the world؟ هل تود رؤية العالم؟ The WYC is for you، مخيم الشباب العالمي هو لك أو من أجلك. فهذا إعلان. زين، Boys، كاتب لي التحديد الإعلان هذا مال المخيم شنو؟ Boys from 26 جولاي، بالنسبة للأولاد، المخيم يفتح للأولاد من يوم 26 جولاي تموز to 16 أوغست إلى يوم 16 آب. Girls from 17th أوغست، البنات من 17 آب to 7 سبتمبر إلى 7 أيلول. Fill in جوا قايل لي fill in، املأ الابليكيشن فورم، التطبيق، and send it to، وارسله. رود بودر جوا WYC، رود بودر هو المسؤول عن مخيم الشباب العالمي، وهنا منطين الصندوق البريد ساوثبورت استراليا ومدينة ساوثبورت باستراليا. جوا قايل لي read the two application forms on page 13، يقول اقرأ الابليكيشن فورم الموجود بصفحة 13 وفل ان، وجوا قايل لي ايضا find the things the boys have in common and the things that they do not have in common. جد الاشياء التي يشترك بها الاولاد، يعني هذا الشخص يحب فد رياضة معينة، الشخص اللي يحب نفس الرياضة، فاشياء مشتركة. وايضا And the things، والأشياء، that they do not have in common، والأشياء التي لا يشتركون بها، الأشياء اللي يحبوها يشتركوا بها والأشياء اللي ما يحبوها. فيفترض بعد ما نقرأ ال two applications form، لأني بالنسبة لل two boys، للولدين، راح نسوي مقارنة أيضا تخضع مناقشة داخل الصف. هسه خلي نروح الصفحة 13 على مود نقرأ ال application form اللي هو معناته نموذج الطلب. انت من تريد تسوي طلب، النموذج مالته شلون؟ طلب الانضمام الى مخيم الشباب. عندي WYC application form اللي هو قلنا نموذج الطلب لمخيم الشباب العالمي. فكاتب لي النيم، الاسم باسم، حمزة، ايج العمر 16، ادرس العنوان ايضا 319-214 ام قصر بصرة عراق، من مدينة ام قصر بالبصرة بالعراق، هذا العنوان. السؤال الأول How often do you go camping؟ كم عدد المرات التي تذهب بها إلى التخييم؟ فمجاوبني باسم قال I go camping every weekend، أذهب إلى التخييم كل نهاية الأسبوع.
سؤال اللي بعده، why do you like camping؟ لما تحب التخييم أو لماذا تحب التخييم؟ I like cooking outside on a fire، أنا أحب الطبخ بالخارج على النار. I really like camping، أنا حقا أحب التخييم on the beach على الشاطئ. I love lying in، أنا أحب الاستلقاء in my sleeping bag، في sleeping bag يعني حقيبة النوم. Listening to the sea before I go to sleep، لأستمع إلى البحر قبل أن أنام، يعني يستمع للبحر، أمواج البحر. زين، Which other countries have you been to؟ Which other countries have you been to؟ أي البلدان زرتها؟ فI've never been to another country، لم أزر أي بلد. Which language do you speak؟ أي اللغات التي تتحدثها؟ I speak Arabic and English، أتحدث العربية والإنجليزية. What do you do in your spare time؟ ماذا تعمل في وقت فراغك؟ I enjoy watching television، أنا أستمتع بمشاهدة التلفاز. And listening to music at home، والاستماع للموسيقى في المنزل. My favorite hobby is swimming، هوايتي المفضلة هي السباحة. I also like playing، أيضا أحب اللعب أو لعب الشطرنج. I also like playing chess، أحب لعب الشطرنج. And sailing، والإبحار. Why do you want to come to the WYC؟ ليش تحب تجي المخيم الشباب العالمي؟ I'd like to come to the WYC because I want to meet young people. أود أن أتي إلى المخيم because I want، لأنني أريد to meet، أن ألتقي people from different أو from another countries، من بلدان أخرى. Which of these things، أي من هذه الأشياء، would you like to do for the WYC؟ أي من هذه الأشياء تود أن أن تمارسها عند مخيم الشباب العالمي، اللي هي سكايبا دايفينج أو سكوبا دايفينج. سكوبا دايفينج، الكليمينج التسلق، كليمينج بالونينج الطير بالمنطاد، ويند سيرفينج الإبحار، هورس رايدينج ركوب الخيل. فقال I'd like to go horse riding and wind surfing، أنا أحب أن أمارس أو أن أذهب إلى أو ألعب ركوب الخيل ورياضة الإبحار. اللي جوا أيضا هذا application form، أيضا طلب آخر، ذاك باسم هذا بوب. وبعدين يفترض أنه داخل الصف نسوي مقارنة، شنو الأشياء الإنكم المشتركين بيها والأشياء الغير مشتركين. فأيضا النيم الاسم بوب، بوب وولكر، age 15، الأدرس مالته أيضا 23 ميدل ستريت أشبي إنجلاند. How often do you camping؟ طبعا الأسئلة تبقى نفسها، مجرد الإجابات تختلف. I go camping in my summer holiday، أنا أذهب للتخييم في العطلة الصيفية. Why do you like camping؟ لما تحب التخييم؟ I really enjoy sitting round a campfire، أحب التخييم I really enjoy sitting round a campfire، أنا حقا أستمتع بالجلوس حول نار المخيم. In the evening، في المساء، talking and singing، أتحدث وأغني. I also like cooking and eating outside، أيضا أحب أن أطبخ وأأكل في الخارج. Which other countries have you been to؟ أي البلدان الأخرى التي زرتها؟ I've been to France، زرت فرنسا.
جيرماني، ألمانيا، and the USA، الولايات المتحدة الأمريكية. Which language do you speak؟ أي اللغات تتحدث؟ I speak English and French. أتحدث الإنجليزية والفرنسية. What do you do in your spare time؟ ماذا تعمل في وقت فراغك؟ I listen to a lot of music and I enjoy cooking. أستمع للكثير من الموسيقى وأستمتع في الطبخ. My favorite hobby، هوايتي المفضلة، is skating، هي التزلج. I want to win a competition one day، أنا أود أن أفوز في مسابقة في يوم ما. Why do you want to come to the WYC؟ لما تود الذهاب إلى مخيم الشباب العالمي؟ I'd like to come to the WYC، أود أن أأتي للمخيم. Because I want to see Australia، لأنني أريد أن أشاهد أستراليا. I want to see all strange animals، أنا أود أن أرى كل الحيوانات الغريبة that live there، التي تعيش هناك. I have seen a lot of TV programs about them، لقد شاهدت الكثير من البرامج التلفزيونية عنها، عن هذه الحيوانات. Which of these things، أي من هذه الأشياء، would you like to do، تود أن تعمل، at the WYC، في مخيم الشباب؟ Scuba diving، climbing، ballooning، windsurfing، horse riding. فشكايل، I'd like to go ballooning، أنا أود أن أركب في المنطاد. هذا التمرين اللي حكينا عليه اللي هو lesson 8 صفحة 10، اللي هو fill in this application form، املأ نموذج الطلب هذا، اللي هو نفس ما شفناه بالكتاب، نفس الأسئلة، فقط انه تمليه حسب هواياتك. يعني مثلا النيم، الاسم مالتك، الايج، العمر، الادرس، العنوان، وايضا بقية الأسئلة نفس الأسئلة الموجودة بالكتاب، بس تمليهن حسب هواياتك الشخصية. فما راح نحل، لأن هذا يتعلق بهواياتك الشخصية وانت حسب وجهة نظرك. هذا كل ما يتعلق بلسن 8. ان شاء الله نشوفكم في دروس قادمة.